على نجمة فيم شبيك ريم مسرحت مع الغنية انتوكا رجعنا معكم جديد في زوم 73 بعد شوية تلتحق بينا الكوتش ريم اللي بشكون حاضرة بحضنا كل نهار تربعة من 8 و7 حتىش للتسعة اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة جدا تفيدنا خاصة في الخدمة قعدوا معنا شوية خير الكوتش ريم جاوبكم على كل تساؤلاتكم سينا نعطيو خلينا نمشيو باش ما يفوتكم حتى شيء مع زوم 73 ما يفوتك شيء فيما يفوتك شيء كيما الناس الكل العالم الكل يحكي على الكورونا حتى الفنانين والممثلين التوانسة متاعنا يتفاعلوا على الخبر هذايا كيما لطفي العبداني خلينا نسمعوا شنو قال ربي نغسلوا يدينا ما نبصوش بعضنا ما نسلموش على بعضنا عاتبي نتبسموا لبعضنا عاتبي ما نعكسوش في وجوه بعضنا ديما واحد كل هكا ما يلقى فرصه باش يغسل يديه ربي سيرتو والله اللي سخفوني التوانسه ياسر يبوسوا الصغار ياسر ولاد صغار يعرفوا ما يعرفوش يقول لك كمان خل نبوس ولدك خل نبوس بنتك يزيهم البوس ما تبوسوش بعضكم يحبوا بعض يبوسوا بعضهم يتعاركوا يتوفى بوسه بربي ما تبوسوش بعضكم نعديو بريود صغير نصبروا بعضنا سيرتو هذيا ما بيناتنا ناس كل كود باش مو تنقص ما تصيرش عدوى ما تصيرش مشاكل كان فما الله اعلم خاطر ما تعرفش على الصحيح شنو وربي يستر الناس كل والدعاء والاستغفار به يسر ولا بالحق ونظف انظافة وما نبوسوش بعضنا والدعاء والاستغفار هذوما النصايح اللي عطاهمنا لطفي العبدلي البارح في فيديو كان دار برشا على انستغرام نشره هو على البروفيل نتاعو بيرسونيل سينو ريم ما توقفش لهنا الحكايه الكورونا في العالم الكل كيما قلت لك دارت العالم الكل واجتاحت العالم الكل وخاصه الدول العربيه اللي الاكيد انهم استلهموا من الكورونا هذيا باش يعملوا لنا اغنيات اي نعم اليوم الشعوب العربيه لبنان الجزائر تونس المغرب في مصر زاد كيف كيف يستلهموا ويتحدوا الكورونا بالغناء لونا 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 جاتنا الكورونا لونا 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 جاتنا الكورونا كورونا الدور يما خبيني جيتنا هدية عملوا فحص وطلع معاها ايه المصيبة تجينا وراها مصيبة نهاية صارت قريبة ما رح يبقى حدا يعيش لبنات وملعونة نخرب على الدنيا المجنونة حرس من فيروس الكورونا خطر المدة ملوش علاج خلصين خليها بوادي انزل تلا الشارع فاضي المرض اش قول كريم في التحديات هذية في وقت قياسي ساعة نجموا يعملوا كلمات وألحان وكل يعطيهم الصحة روح الفكاهة ديما في العالم العربي مزيانة ما زيد روح الفكاهة راهي مازمهاش تتجاوز حدها احنا البارح في تونس فما شكون يكلم ال 190 ويقول لهم ويقول لهم اللي هو مريض وكل ويعطل معناتها بالحق يعطل وبعد يطلع لبس عليهم ما عنده حتى شيء دونك الفكاهة هذيك مصطع على الاخر ما تجيش واللي عملها ما فريمون ما عندوش حتى حس بالمسؤولية سينو الغنايات والا لي ستاتيو ولا النكت اللي على المرض هذايا مشروعه نوعا ما هي ماهيش خايبه ولا محاله ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله يا ربي ستاتيو البارح دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي رساله من طبيب تونسي مقيم في كندا يخدم في سبيتار في كندا يقول سلام للتوانسه الكل في الصفحه اللي نتابع فيها نخدم في المستشفى الفلاني نحب نقول لكم اللي الفيروس الكورونا المستجد هو فيروس عادي جدا ما يقتلش وما يسبب حتى اضرار وإلا مخالفات جانبية جديد فيه أنه العدوى معناها شديد العدوى يعني مهما تعمل وتلبس وتغسل في أنه العدوى تنتقل بسرعة على خطر فيه مادة على خطر فيه مادة لاصقة وينجم يعيش في الجو الجاف لساعات بينما الفيروس العادي يعيش لدقائق فقط هذا شنو جديد في الفيروس البقية الكل تنجم تمرض بيه تنجم تجيك شوية سخانة كحة فشلة لمدة 6 أيام وبعد يمشي على روحه حالة الوفاة اللي ضربت الناس كانت كما قلنا وعاودونا الأطباء والمسؤول والناس اللي معناها تسهر على الحالات هذه يقولوا أنه عمرهم الكل فوق 75 سنة ويكونوا يعانيوا من أمراض
أمراض مزمنة اللي تنجم تضعف لهم شوية في المناعة نتاعهم. في كندا يقول لك كنا مستعدين عبر توفير الأدوية العادية والوقائية وما عندناش تخوف جملة في صورة تتعرضنا له. الصور اللي تروا فيها على الفيسبوك جاية من الصين والأخبار اللي تعرض فيهم القناة العربية والسي إن إن هي أخبار زيفة وما فماش منها. هي تقدم في معطيات غلطة بتحريض من منظمة الصحة العالمية باش تسير بيع اللقاح لسبعة مليار بشر وتخيلوا قيمة المرابيح. الأيام القادمة باش تنساو هالحكاية ونضحكوا عليها كما توا نضحكوا على روحنا في التسعينات وقت جينا الكسوف. نحب تونس ونحبكم برشا صديقكم أمين عبيد. هذا يستاتيو كما كتبه هو. دونك نحكيه ريم لهنا على تسويق ولينا نتاجرو برواح العبيد باش نسوقوا الدويات ولا باش نسوقوا الكمامات ولا باش نسوقوا المعدات الطبية هذية في العالم الكل. نحكيه على 7 ملايين بشر. إيه بيشو هو إذا كان منظمة الصحة العالمية تبيع لفاكسان للدول الكل اللي جا اللي اللي فيها مصابين ولا ما فيهاش راهو أكيد باش تحقق أرباح خيالية. ولكن هو كلامه معقول راهو وكلامه صحيح ماهوش غلط. بالحق فما ساعات استراتيجيات دولية خاطر الحرب ماهيش كان حرب راهي بالأسلحة صحيح. فما حروب من نوع آخر كما الحروب الاقتصادية وهذايا جزء من الحروب الاقتصادية وإلا زادا فما حديث آخر ولو أنه توا الحديث الآخر ثقيل باش نحكيوه للعبيد على الصباح. أما بعديك نرجع بأكثر تفاصيل في الليديتو هاو بشن بعدك من الكورونا ريم اليوم وبش نهزك الفامي الشابي نرجع شوية هو فما ناشط سياسي وصف رئيسة حزب بالكورونا السياسية. أنا اليوم باش نوصف الفامي بالكورونا الثقافية الفنية ما عندهمش علاقة بالثقافة. أنتوكا على الشابي من المفروض أنه كان عنده مكافحة البارح مع بنت أخوه ذكرى الشابي أما يتعذر عليه أنه يكون حاضر في المكافحة. وذكرى الشابي تهبت ستاتيو تقول بعد أن ألح علي رئيس الفرقة العدلية بضرورة الحضور اليوم على الساعة 3 لإجراء المكافحة اتصل بي وقال لي معناه يعلم فيها بإلغاء الموعد لأن الشاكي اللي هو على الشابي اعتذر عن الحضور لأسباب صحية ولازلت مستعدة للمكافحة وللتقاضي وإن شاء الله المنع خير مش عودة. والله أخذ نحكي عندي وقت مريم ولا ما عنديش وقت فيسا ميسيل شاتينا تعليق عيب والله شيء حشم بالحق عيب وشيء حشم على خطر توا مشاكل عائلية بين عم وبنته توصل معناتها كل يوم وسائل الإعلام نحكيوا عليها وكل يوم لعبيت شو عمل فلان وش عملت فلان وعيب زي دارة وطفلة تقف مقابل عمها في محكمة مهما يكون حياته الخاصة هو وعائلته هذيك حاجة تخصه هو مرته ولا صغاره ولا هو ينجم يفض مشاكله العائلية والشخصية داخل المحيط العائلي. لكن هو يفض في مشاكل العبيد ديما علاش احنا اليوم لازمنا نهتموا مشاكل على الشابي يخي على الشابي معناتها اللي صاير عنده هو صاير عنا احنا في ديارنا يهمنا احنا اللي في ديارنا ميهمناش. واليوم ذكرى الشابي انا حسب رأي تحير في اسمها وتحب تظهر مرة اخرى في وسائل الاعلام وإلا باش رمضان على بواب والممثلة ولا مسلسلات جست باش تظهر وكهو. اما عركة بين عم وبنت خوه ومرته وولاده احنا كمتابعين شو ندخلنا فيها معنا حتى دخل جوست ديم ورحمونا شوية من هالأخبار هذية اللي قاعدين نشوفوا فيها. والله اي حكاية شخصية الحياة الشخصية للناس راهي حياتهم هما شخصية يحلوا مشاكلهم وحدهم بعيد على المشاكل متاع تويسة. يخي يا رسول الله توا العبيد في عوثة الهي في حكومة يلزمها تنقص في المقدرة الشرائية لازمها توفر مواد استهلاكية رمضان على الابواب ما انت حسب رايك تونسي يقعد بين باش يمشي لوج على بلاتو عظم في رمضان وعركت على الشيبي وذكرى الشيبي يلزمنا زيد نقولوا انت تونسي اليوم وبرشا انه معناها يتلهي بالعلاقات هذيا ولا بالمشاكل هذيا على فيسبوك. احنا اليوم الواش هي ماتير عنا في الصباح على خاطر دارت برشا على فيسبوك وانستغرام مالوغوزمون تونسي بارتاجيو برشا المشاكل هذيا. انت اكتب ارتيكل اقتصادي ثقافي سياسي والله ما تلقاش تفاعل وحط لهم ارتيكل على الشيبي وبنت خوه تلقى لجام وتلقى الحكايه دي مغلب عليك عندك برشا دي نحكيو فيه مره اخرى 8 و12 دقيقه بعد شوي نعطيكم الكوجينه وتبرتنا لليوم خليكم معنا احلى عشاق هذه موسيقى اللي تسمعوها توت سويت على